مساء الخير عليكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج بلدنا. عندنا النهاردة فقرات كتيرة جدا، منها الفنية ومنها الاجتماعية، وإن شاء الله تستمتعوا بيها. هنبدأ بالفقرة الفنية، ومحمد رمضان بيحتفل بوصول تريلر فيلمه الجديد الكنز لسبعة مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا باسم كل صناع الكنز: شكرا جمهورنا الغالي. شارك في الفيلم ده طبعا عدد كبير جدا من الفنانين اللي كان على رأسهم الفنان محمد رمضان والفنان محمد سعد والفنانة الكبيرة هند صبري. طبعا شارك بإخراج هذا الفيلم الرائع الكبير شريف عرفة. الخبر الثاني: طرح ألبوم أصالة الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي اللي اسمه مهتمة بالتفاصيل. ألبوم أصالة كان فيه كتير قوي من الجدل والسخرية اللي حصلت على السوشيال ميديا، ده استفز أصالة وخلاها ان هي ترد وقالت: أنا بقمة السعادة والرواء بس بحب أسليكم. على الصعيد الآخر عجب كتير جدا من جمهورها وكمان هنقوها. طبعا احنا بنبارك للفنانة أصالة ودايما ان شاء الله من نجاح لنجاح. الخبر الثالث: كانت صورة جديدة نزلت فنانة ياسمين صبري على السوشيال ميديا في أحد شواطئ الساحل الشمالي بأحد بلبس البحر. طبعا الصورة دي أثارت كتير جدا من الجدل، اللي خاصة شافوا ناس كتير جدا شافت إن هي كانت جريئة. ياسمين صبري اتضايقت اكيد وعلقت على السوشيال ميديا وقالت ان الوقت اللي كانت فيه هي اتقال ان كانت في الساحل الشمالي هي اصلا كانت خارج البلاد، وقالت ان الصوره دي لا تمت لها بصله. الخبر الرابع: حفله عمرو دياب بالساحل الشمالي اللي كانت حديث الناس كلها على السوشيال ميديا، خاصه ان حضر عدد كبير جدا من ناس جمهور عمرو دياب هذه الحفلة، وكمان ده كان بسبب عشان التصريحات اللي قالها بشأن الفنانة دينا الشربيني ان الاغاني اللي كانت في الالبوم مش بتخصها خالص. الخبر الخامس هو وفاة والدة الفنانة ليلى علوي بعد معاناة وصراع مع المرض، وعزى عدد كبير من الفنانين الفنانة ليلى علوي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، اللي كان منهم الفنانة نبيلة عبيد والفنانة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي والإعلامية إنجي علي. الحقيقة أن ليلى علوي رفضت أي تصوير يكون في الجنازة أو العزاء، وطبعا بنتوجه لها بخالص العزاء، وإن شاء الله ربنا يجعل مامتها والدتها خالص مثواها الجنة. الخبر السادس: كان وفاة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن زوج الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، وذلك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 76 عام. ويعد السيناريست الراحل من أشهر كتاب الدراما المصرية، وبنتوجه بخالص العزاء للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز. مشاهدينا، وصلنا لنهاية هذه الفقرة، ويكون معانا في الفقرة الثانية، هي فقرة اجتماعية ومناقشة لمشكلة الانفجار السكاني اللي أكيد لها علاقة بمجالات كبيرة وبتعوق التنمية. هيكون معانا عضو مكتب المرأة في حزب المؤتمر أستاذة سهى سعيد، انتظرونا بعد الفاصل. كايرو ميديا سكول، المركز التدريبي المتخصص في صناعة المواهب الجديدة. دورات تدريبية صممت خصيصا لتواكب متطلبات سوق العمل المصري والعربي. مدربون وخبراء استطاعوا عن طريق مشاريعهم وخبراتهم أن يتحولوا لنماذج مهنية للأجيال الجديدة. التحق الآن لتكتسب الضوء الأخضر لدخول مجال الإعلام. كايروميدياسكول.org ميديا جرين لايت. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية، وفي هذه الفقرة هي فقرة اجتماعية خاصة جدا وملف مهم جدا عن الانفجار السكاني في مصر. حقيقة ده ليه علاقة كبير جدا وبيعوق مجالات كتيرة جدا: بطالة وعشوائيات وإرهاب وانفلات أمني، حجب التنمية والتعليم والصحة، وهي أيضا أزمة اقتصادية في المقام الأول، فهي حجر عثر في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة. حقيقة لقينا كمان أن المرأة ليها دور كبير ودور مهم في هذه الأزمة. معانا ومشرفنا في الاستوديو عضو مكتب المرأة في حزب المؤتمر أستاذة سهى سعيد، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذة رولا. الحقيقة عايزين نعرف هو دور مين في السيطرة على الانفجار ده، انفجار السكاني والكثافة السكانية دي، هو دور المجتمع ولا دور الدولة ولا مؤسسة المجتمع المدني ولا التوعية المجتمعية؟ الحقيقة هي منظومة كاملة. هو خطة مصر 2030 كان بتتناول بشكل واضح موضوع الانفجار السكاني، بس الحقيقة وزير الصحة لما اتكلم عن الموضوع اتكلم بشكل نخبوي شوية، كان صعب على الناس العادية ان هي تفهم هو عايز يقول ايه بالظبط.
الدور اللي بعديه هيكون دور المجتمع المدني والهيئات المختصة ان هم يكثفوا شوية التوعية بالذات في الأماكن اللي بتعاني من الانفجار السكاني الحقيقي. يعني انت عندك في مشاكل كتير في الريف بالضبط بعد غياب دور المرشدات الريفيات عن دورهم، تراجع دورهم كتير عن الأول، ما بقاش فيه زي زمان الإعلانات المتكررة عن تحديد النسل وكذا، الدور ده تراجع كتير، فده أثر كتير على الانفجار السكاني وهو ده اللي زود الكثافة. ما فيش توعية، ما فيش حد بيقوم بدوره، الدولة مكتفية بس بالإعلان عن الأرقام وعن الفيجرز اتش ناو اند ذن. هو ده اللي تفتكري ليه اللي حضرتك بتقوليه ان البرامج بطلت تعمل برامج وتوعيات عن تنظيم الأسرة؟ الحقيقة انه احنا شوية فكرنا رجع لورا، يعني احنا نلاقي ان الفكر السلفي والوهابي متوغل في المجتمع بالذات في الطبقات اللي فعلا ضد تماما ترشيد النسل وضد تماما تحديد النسل، فاعتقد ان دي ثقافة مجتمعية بقت تعود الى الخلف، فرجعت بينا لقرون قديمة بتمنع موضوع تحديد النسل. ونسبة ان المرأة هي العضو الاهم في المشكلة دي، ممكن يبقى فيه ايه اجراءات ان احنا ناخدها عشان نحد من الظاهرة دي، خاصة ان المرأة هي اللي مسؤولة عن الانجاب، فايه ممكن الاجراءات اللي اتخذها للحد من زيادة الانجاب في مصر؟ طيب هو الاول نسأل بس، هل المرأة حرة نفسها؟ هل المرأة سيدة قرارها؟ بالقطع لا. في مجتمعنا احنا لسه مجتمع ذكوري، الراجل ليه السلطة العليا أكيد. وبنخضع للمؤسسات الدينية المسيطرة وبنخضع لجهات كتير بتسيطر على قدرة المرأة ان هي تاخد قرارها بان هي تحدد النسل او تعمل ايه. فاحنا محتاجين مزيد من التوعية ومزيد من التنوير ومزيد من فتح الافاق عشان الناس تقدر، الست تقدر تمارس دورها. وبعدين هو مش دور مرأة بس في تحديد النسل، يعني احنا كمان ممكن ناخد تجارب دول تانية في تحديد النسل، نشوف عملوا ايه بالظبط. عندنا تركيا عملت، عشان بس ما نقولش ان في بلاد بس بره هي اللي بتعمل، تركيا بالتاكيد عملت. هنرجع لتركيا، بس الهند عايز اقول اولا هند خدت قرار تعقيم النساء مقابل مبلغ من المال، طبعا ده هنا عندنا في بلدنا هيقف لك الازهر بالظبط، ده هيسبب مشاكل كتير. ممكن ننقل على مشكله على 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 تجربه تانية وهي الصين. الصين طبعا سياسه حلوه جدا، الطفل الواحد وغير كده بيخرج عن دعم الحكومي. هل احنا ممكن نطبق؟ طبعا انا عارفه ان احنا اوريدي ابتدينا ان احنا نطبق سياسه الطفل الثالث، هل ممكن ان احنا نطبق؟ ليه ما طبقناش سياسه الطفل الواحد؟ الطفل الواحد برضو هيقف، والطفل الثالث والتحديد ده هيقف في، هتقف فيه المؤسسات الدينية والفكر السلفي هيقف فيه بدراوة. ولكن احنا اوريدي استاذة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عملت رفع الدعم عن الطفل الثالث، ومش هيخضع لبطاقات التموين ولا الدعم العيني ولا التعليم مجاني ولا الكلام ده كله. والناس برضو بتخلف وما بتعلمش ولادها وبتخليها بالزبط. تزرع في الغيط وبتخليها بالزبط. تشحط في الشوارع، فهي منظومة محتاجة توعية وتثقيف من الأساس طبعًا. بعيدا عن إجراءات الدولة والإجراءات التشريعية الأخرى طبعا الكثافة السكانية دي بتخلي الدولة ما عندهاش فرص عمل للشباب اللي هو اللي موجود عندنا في مصر، بالتالي فرص العمل دي، نقص فرص العمل دي بتأدي للبطالة. في رأيك ممكن ايه مجهودات اللي ممكن نقوم بيها عشان نحل مشكلة البطالة دي، البطالة، او ايه الآليات للتخفيف من حدة هذه الظاهرة؟ جودة التعليم، لازم جودة التعليم، وانه ما يكونش التعليم قطاع عام، ما ينفعش الدولة تبقى هي اللي بتعلم وبتأكل وبتشرب وبتعمل كل حاجة، لازم دعم التعليم الفني أكتر من كده، ولازم نظرة المجتمع للتعليم الفني تكون أعلى من كده شوية. لازم نسترتش الكثافة السكانية، ما تكونش بس في حوض النيل، نبعد شوية عن النيل يبقى فيه مد صحراوي زي العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها. بمناسبة التعليم الفني، إزاي ممكن ندعم في بلدنا التعليم الفني، خصوصا إن مش كتير بيفكروا إن هم يدخلوا ولادهم تعليم فني، دايما شايفين إن ابنها يطلع دكتور أو يطلع مهندس، فليه إحنا ما عندناش استراتيجيات إن إحنا نطور وندعم التعليم الفني؟ عشان ببساطة مجتمعيا إحنا بنحتقر ذوي المهن الحرفية اكتر ما بنحترم الخريجين الجامعيين او الدكاتره او مهندسين او كده، عندنا عقده الشهاده شويه، الشهاده العاليه شويه. فببساطه احنا لو قدرنا نعلم
تعليم فني محترم، مدارسهم تبقى محترمة، يتم رعايتهم من قبل رجال أعمال، يعملهم مدارس كويسة، مراكز تدريب كويسة، ده هيسري تجربة التعليم الفني. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة سهى سعيد عضو مكتب المرأة بحسب المؤتمر. شدينا وصلنا لنهاية هذه الفقرة، ويكون معانا الفقرة الثالثة والأخيرة مناقشة حول السوشيال ميديا، وليه السوشيال ميديا دايما بقت تخلق نوع من تهديد لحياة الأشخاص. هيكون معانا كمان مجموعة من الشباب عشان نعرف آرائهم حول مواقع التواصل الاجتماعي. انتظرونا بعد الفاصل. كايرو ميديا سكول، المركز التدريبي المتخصص في صناعة المواهب الجديدة. دورات تدريبية صممت خصيصا لتواكب متطلبات سوق العمل المصري والعربي. مدربون وخبراء استطاعوا عن طريق مشاريعهم وخبراتهم أن يتحولوا لنماذج مهنية للأجيال الجديدة. التحق الآن لتكتسب الضوء الأخضر لدخول مجال الإعلام. كايرو ميديا سكول دوت أورج. ميديا جرين لايت. مرة تانية مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم مرة تانية في الفقرة الثالثة. طبعا الشباب والسوشيال ميديا وجهان لعملة واحدة، محدش دلوقتي ما عندوش فيسبوك ولا انستجرام ولا سناب شات ولا واتساب. بكل الإيجابيات اللي موجودة في السوشيال ميديا دي اللي لن تخلو من السلبيات، وأكيد السلبيات دي ساعات بتؤدي إن هي بتهدد حياة ناس. معانا النهارده بعض الشباب، مجموعه من الشباب مستخدمي السوشيال ميديا. معانا عمرو صابر، اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيك. ومعانا هنا عادل، اهلا بيك. اهلا بيك. طبعا اكيد كلنا عندنا فيسبوك ده اكيد وانستغرام وكل السوشيال على المواقع. عايز اعرف ايه اكتر حاجه بتشدكوا في السوشيال ميديا، ان انت على طول قاعد في الـ في الـ في, الـ في البيت ماسك الموبايل، على طول في النادي، ايه اكتر حاجه بتشدك في السوشيال ميديا انك انت على طول؟ والله بص، حاجات كتير. عندك الاخبار، عندك الكونفرسيشنز، المحادثات اللي ما بين الناس وما بين بعضها. ما بتضيعيش وقت كبير قوي في ان انت لازم ان انت تنزلي علشان تقابلي حد، ولا لازم انت تتكلمي في التليفون فترات طويله. لا، عملت طريقه اسهل بكتير علشان توصلي الناس كلها ببعضها. بتعرفي كل اللي بيدور حواليكي بضغطة زرار زي ما بيقولوا يعني. بالظبط. بس رايك يا هنا، ايه رايي في عايز سؤال؟ ايه بالنسبه لك الجذاب انك انت على طول ماسكه مثلا؟ اكيد على طول ماسكه الموبايل. اوكي. إيه للاسف هو فعلا مسيطر علينا كلنا، وعلينا كلنا كشباب يعني. لا انت رايك، انت ليه على طول ماسكه؟ ليه عامله عندك فيسبوك؟ انا عامله فيسبوك عشان انا عامله يعني اكونتات على السوشيال ميديا كلها، عشان طبعا اتابع صحابي، اتابع الناس عامه، مشاهير، كل حاجه، اتابع الاخبار واللي بيحصل في البلد. مش عارفه ايه سر بصراحه ان احنا دايما على الموبايل تقريبا، عشان اتابع الاخبار دايما، ودايما او نوع من انواع الفراغ. انا مش عارفه الحقيقه، بس هو فعلا ما يستاهلش. هو فراغ ما يستاهلش كل الاهميه دي يعني، بس يعني هو عشان تابع الاخبار بس، مش اكتر، مفيش حاجه تانية. والدتكم وابائكم بشكل عام اكيد عندهم صفح على مواقع التواصل. ده اكيد. هنبتدي بالام. ليه عمرو تفتكر الام ايه اللي جذبها في المواقع التواصل الاجتماعي دي اللي خليتها على طول برضو ماسكه الموبايل؟ والله بصي، هي حاجات كتير. اولا انت زمان ما كانش في حاجه تخليك ان انت تقعدي بالساعتين وبالثلاث ساعات وبال12 ساعه كمان، اغلب الساعات كتير ماسكه حاجه في ايدك عماله بس لمجرد تلعبي عليها، او لمجرد بس ان انت شغاله بتتصفحي عليها بتقري اخبار او حاجات زي كده. زمان كانت الحاجات محدوده جدا، ما كانش فيه الانفتاح اللي موجود دلوقتي في العصر اللي احنا موجودين فيه. فيمكن لما بداوا ان هم يدخلوا في المجال ده او يشوفوا الحاجات ديت، يعني مثلا على سبيل المثال انا والدتي دايما تحب ان هي تقرا اخبار، تكلم اصحابها، حاجات زي كده يعني، الحاجات المتاحه عند في كل البيوت المصريه يعني. هنا، هل دايما شايفه ان مواقع التواصل الاجتماعي بتعكس حياه الاشخاص الحقيقيه؟ يعني دخلتي مثلا على صفحه واحده عايزه تعرفي هي ايه، هل شايفه انك انت دي بتعكس شخصيتها ودي حقيقتها ولا لا؟ قصدك بمعنى انه هل دايما السوشيال ميديا دي الحقيقه هم عايشينها بجد يعني على السوشيال ميديا ولا لا؟ طبعا ناس كتير قوي بتفيك او يعني بتزيف حياتها اللي هي على السوشيال ميديا، وللاسف بقوا اغلب الاولاد يعني اللي في سننا بينزلوا بس عشان مظاهر وبتاع، بس يعني بيعتمد طبعا على الشخصيه. بس طبعا اغلب اللي بيحصل هو ان الواحد عايز يتظاهر بعكس حقيقته، او ان هو دايما بيخرج وبيشرب يعني كلام. عمرو، عايز اعرف ايه رايك في اللي سمعناه بقالنا سنين قبل كده عن الهاكينج.
تفتكر ايه الشخص اللي بيعمل هاكينج ده الهاكر ايه سايكولوجيته؟ بص من وجهه نظرك انت كمستخدم حاجات كبيره قوي حاجات كبيره قوي يعني انا طبعا ما عنديش علم بيها كامله بالموضوع ديت والله هو ابتزاز سرقه حاجات مصالح شخصيه ممكن يكون مرض نفسي بعضها. ممكن طبعا متاح جدا انت واحد بيدخل بيسرقك ما بيعملش حاجه اكتر من كده فملهاش اي علاقه بالمرض النفسي على قد ما هي ليها علاقه بالتربيه بتاعه الشخص ده برضو نوعا ما. اخر سؤال وعايزه اسال ايه اكتر اب بتحبوه وليه؟ نبتدي بهنا. انا اكتر ابلكيشن بحبه هو فيسبوك الحقيقه عكس كل الناس دلوقتي يعني بيميلوا للانستغرام اكتر مش عارفه ليه الحقيقه بس فيسبوك عشان فيه كل حاجه وهو يعني انا شايفه انه ألذ يعني من اي ابلكيشن تاني وممكن يبقى سناب شات يجي بعديه يعني. عمر الانستغرام فكره ان انت دلوقتي بقى عندك حاجه تنزلي صوره بتوصف حياتك عامله ازاي او بتوصف الحاله اللي انت عايشه فيها عامله ازاي تقريبا هي ديت احسن حاجه تقدر انت دلوقتي في التكنولوجيا يعني اللي احنا عايشين فيها تستعمليها. انا بشكركم شكرا جزيلا عمرو صابر وهنا عادل. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقتنا ويا رب تكونوا استمتعتوا النهارده وان شاء الله هنشوفكم في مره تانية في حلقه جديده من برنامج بلدنا. تحياتي رولان رحمي شكرا جزيلا.